ما قدرتش تكمل. فاتقوا الله، محدش يقعد يتنطط على البلد دي، مش هنسمح لحد يقعد يتنطط على البلد دي. اللي عايز ينتقد، النقد مطلوب، خطأ يجب ان يقاوم، محدش بيغمي عينيه. بس ما تقعدوش تطلقوا الاحكام على هواكم. ايه الرئيس ده زي الرؤساء السابقين؟ ازاي؟ ازاي؟ ازاي ورئيس في ظرف سنة بيحفر قناة سويس، بيعمل 3200 كيلو، بيصلح مليون فدان، بيعيد رسم الخريطة الاقتصادية لبلد، بيعقد مؤتمر اقتصادي تشارك فيه أكثر من 90 دولة، بيفتح الطريق لإخوانه في الخليج عشان ييجوا ويستثمروا.